ابراهيم النقاش، النقاش تمريره ما كاينش هناك تسلل، عطى في لونسي، لونسي عماد التمريره الفرصه اللي فاتت فريق عنويدة، الفرصه تزيدو محمد عناهيري، محمد عناهيري تسديده قويه لا تصد ولا ترد، تعانق شباك الحارس حمزه معتمد، وفرحه جماهير فريق الوداد بهذا الهدف المبكر كيجي في حدود الدقيقه 11. تابعونا التمريره، عطيف نصير ما كانش وضعيه ديال التسلل، يمرر القادم من الخلف محمد الناهري صاحب تسديده قويه ارضيه تغالط الحارس حمزه معتمد وتعانق الشباك، 1-0 لفائده فريق الوداد الرياضي البيضاوي. تابعوا من جديد تسديده قويه، وبالتالي لم يتمكن في الجهه اليسرى عند ياسين العمريوي، العمريوي كيرفع الكره فرصه خطيره، هدف التعادل بواسطه اللاعب زهير المترجي، زهير مترجي اللاعب السابق لفريق الوداد كيتمكن من تسجيل هدف التعادل. تابعوا من جديد تمريره ديال نجيب المعتني باتجاه لاعب ياسين العمريوي، تمريره ممتازه، ولاحظوا كيد ارتقاء ديال زهير مترجي يضع الكرة في الشباك، لاحظوا الرأسية كانت مركزة في شباك الحارس زهير العروبي على صن داونز الجنوب الافريقي. تابعوا من جديد الفرصة لفريق الفريق الاولمبي خلق، زهير مترجي البحث على المساحات، البحث على الممرات، مترجي خطورة 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 بالهدف الثاني، الهدف الثاني لفائدة فريق اولمبي خلق بواسطة زهير مترجي المتألق في هذه المباراة، اللاعب الودادي السابق قام كل شيء، انطلاقه السرعه المراوغه التوغل والكره في شباك الحارس زهير العروبي، لاحظوا بكل روح رياضيه جماهير الوداد كيد تصفيقات على لاعبها السابق زهير مترجي، لاحظوا التمريره ثنائيه جميله ما كاينش هناك تسلل، انطلاقه قويه، هنا السرعه، هنا التمويه، هنا المراوغه، دخول داخل المعترك وبطريقه ممتازه يضع الكره بين رجلي زهير العروبي، وبالتالي هدف ثاني لفائدة فريق اولمبي خلق. الهدف هو تكوين فريق قوي على اساس بانه الموسم المقبل بدا البحث عن الالقاب. تبعد فرصة راسية، محمد اونجم، محمد اونجم كيتمكن من تسجيل هدف التعادل، محمد اونجم اكيد اللي عانى من الاصابة يعود ويسجل الهدف، هدف جميل بضربة راسية، فرصة بأنه كيجي على بعد أقل من 4 دقائق من نهاية الجولة الأولى. إذا محمد أونجم كيتمكن من تسجيل الهدف، كنقول بأنه في وقت مهم ومهم جدا لفريق الوداد. تابعوا محمد عناهيري ترفعات الكرة، ارتقاء ديال محمد، صعود كذلك اللاعبين اللي عندهم قامة طويلة أمين عطوشي وعبد الحميد الكوتر، تحدثت على اللاعبين اللي عندهم قامه طويله، ولكن الجواب جاء من المهاجم أليخاندرو كيطانا، يتمكن من وضع الكره في الشباك، بدايه حمراء، بدايه وداديه، وهدف لفائده فريق الوداد كيعطي التقدم من جديد للفريق الاحمر، والموقع هو الارجنتيني أليخاندرو كيطانا. تحدثت على اللاعب الارجنتيني وعلى اللمسه اللاتينيه خلال الجوله الاولى، الجواب جاء لاحظوا الزاوية اللعبة تنفذت بشكل جيد، والمتابعة الرأسية تعانق شباك الحارس طموح ديالو هذا الموسم على الأقل أنه ينهي الموسم في مراتب. هذه فرصة، فرصة إسماعيل حداد، حداد هدف رابع للوداد بواسطة إسماعيل حداد، كيتمكن من التسجيل وتوقيع الهدف الرابع لفائدة فريق الوداد، محاولة كانت جميلة، واسماعيل حداد في المكان والتوقيت المناسب كيتمكن من وضع الكرة في الشباك. لاحظوا تمريرة طويلة من الحارس زهير العروبي، هنا الرأسية أمين تيغزوي وضع الكرة أمام اسماعيل حداد، ما زاد ما نقص، وضع الكرة في شباك الحارس حمزة معتمد، لاحظوا القوة ديال أمين تيغزوي، لاحظوا من جديد كان خروج لأنه خروج من رجل طرف الحارس حمزة معتمد، حكم كيقرب العملية وصاحب القرار الأول والأخير، الصورة أمامكم ولكم الحكم أكيد من خلال إعادة. إذا
الهدف الخامس في هذه المواجهه. امين عطوشي امام حمزه معتمد، عطوشي والهدف، هدف خامس لبعيده فريق الوداد، خمسه مقابل اثنين. هدف كيجي على بعد اقل من جوج دقائق على نهايه الوقت العصري للمباراه، والسيريا في المدرجات. فريق الوداد كنقول على استغل اخطاء كثير على مستوى الدفاع ديال الفريق الاولمبي.